لازم لازم اللي قد درجة وتعنيد والله اني ذا الشاعر سمعنا سمعنا شيء عن ال عن الوجدانيات عن التفاؤل. ايه يقول يقول ضاقت ايه ضاقت على موسى وقد البحر رهبه وخوف فرعون يسعى والغرق والناس ترقب مصرعه ملو تجبر بالله الخالق الحي الروح اللي تجلى في علاه ويبدل الضيق بسعة ويبدل الضيق بسعة. روح ابو عبد الله وش اقول انا اللي تقوله منك زين. يلا روح. حزين حزين بكينا. هلا يا شا الجو حزين يا ولد اليوم الحزن يا ولد انت مالي القريه مالي حزينني النشامه الحزن مالي هذا القريه على قد ما الحزن ماليها الليله الا ان احنا استانسنا الليله اكثر يوم في يا عيال عاد تدرون اني انا كنت اكثر شخص ماخذ الوضع بريحيه لين اليوم اليوم يعني العصر المغرب كذا حسيت كل المناظر واحد الا كئيب 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 يا اخي ليش يا اخي وش صار عاد انا اللي اكثر واحد يمكن يخاف انا وفواز ايش كلنا ترى في خوف هذا في النهايه ترى ما غير ان الرصيد الخفي ايش وضعه بصراحه ما نختلف صح ولا لا بس اقول لك لا تتوقع انه ها اقول روق المانجا وتفائلوا يا رأى طيب انت اللي روق انت انا ما خلانا كل ما نظرت واحد له كئيب اقول اقول شو يا رحمن ولد ولد اسمع اسمع انت الحين انت ما تدري عن الخفي انت ايش منه ضدك يا وجل الخفي ترى بعضهم 1000 ريال معه 1500 والله اي والله كيف ما ابي وجهك يمكن يجي يمكن بالموجب الخفي كله سالب كيف حال الخفي ما في موجب اقول والله يا الخفي انه يضاف لك بالموجب الموجب يجيك الظاهر هذاك قصدك الرصيد شو قالوا له الجديد المعلق المعلق هذا المعلق هذا من كل شيء تربحه 25% يحطونه بالرصيد المعلق 20 20 20% من الرصيد المعلق اما الرصيد الخفي كله بالسالب هذا خصومات يعني انا الحين ربحت 1000 ريال 20% 200 ليه؟ بالمعلق هذا بالمعلق هذه بوقت ما تصير انت خلاص بحاجتي اللي طلعوا لك اياها 40 اذا يعني اذا خذيت 200 40 يروح للمعلق و160 تاخذها انت والله صدق؟ يعني انا كم جاني معلق؟ جاني النوم ذاك حق ال انا والله بيجيك نفرق الجماعات بعد شوي هادم اللذات والله ابشر العون يجيك والله يا ابو والله انا ابغى الخش ادور مكان لك ما في مكان بيسترني كنت بفكر اني بجي ورا الشجره ذي اللي في الزاويه ايش يعني لك هذا السور يعني للانتماء والولاء سور هذا نعم نعم لا لا هذا هنا نعم نعم الولاء والانتماء ايش يعني لك الشوك هذا يعني لي تحدي تمزيق الحب التحدي والدخول في المنافسه الشريفه الله والعنفوان ذا الحين ذا فيها والاصرار والعزيمه والاصرار والعزيمه على الدروب الخطر والطموح لا لا ما والسعي اليه السلام يا ابو تركي علينا من ظروف الليالي شلون؟ ايه علينا من ظروف الليالي لا علينا من ظروف الزمن ما يهد الحيل ايه علينا من ظروف الزمن ما يهد الحيل فلا تحزن باقي خمس دقائق او بين وداع احد اخوانا على شانك انا اضرب الساعه احسب ان الله خلقنا على شان يا عيال والله اللي طالع اللي طالع اضرب الساعه ها شو رايك في اضرب الساعه نشوان صح نشوان صح اي ساعه هي وين صارت بالضبط قاعدين ايش صار الموضوع بس خلنا نسمع صوت جابر اي ساعه او كذا نشوان قلت من تناظر كان نشوان اناظر الساعه ايه والله شوف ابو تركي اللي طالع على قول ابو حور اليوم ما هو لا فاقد كليه ولا فاقد ريه ابو حور عند اخوانه وعند اهله رجع حياه والله لا لا الله يجينا بيكون ضيف دائما لا لا والله لا 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 يا لا 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 يا لا لا ليلا يا ليلا لا 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 يا لا لا لا
ليلة لا ليلة لا الدنيا والله ما يسوى عايش الله دونك. ابو محمد تهمسين في الجلسه العيال انا بورد عليهم قوم. لا 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 عطنا والله ما يسوى. لا 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 بالله روح. لا 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 يا رجال عطنا ما يسوى لن تفهم روح والله ما يسوى والله ما يسوى والله ما يسوى والله اضرب ان افرض ان هذه ضربت بعين واحد سلام ما تضرب بعينه لو حجر صح والله جديد يوم حذفت تدري اني اكره هذه عيب زندرات القوه يا ابو عبد الله عبد الله تدري انها من اعدائي هذه عبد الله عبد الله والله ما يسوى بالله يا بلال انت تخلي تفكر خل ماني ضارب انا طرفه العد من على منها فكر منها روح اسلم والله ما روح والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك لا ولا تسوى حياتي في الوجود دامك انت اللي رحلت كيف بأصبر على الفراق وكيف انثر هالورود على الفراق وكيف بنثر هالورود اهتنك يا ليلي عبا نسي الابيات ولا عاد الا خضيف بعد شوية البرايم والبرايم جاي والله خارجنا من البرايم ايش توقع من قضية ابراهيم بن علي علي بن علي اكتشفت اسمه ابراهيم بن علي ها ها ابراهيم المعيدي ابراهيم المعيدي لا مو صحيح اسمه ابراهيم بن علي اساله ابن علي اساله والله سبحان الله ابو علي معي جنية يا ولد سبحان الله اعوذ بالله لا لا مو محمد معك ايش؟ معي جني ها؟ جن يا رجال دنه معك دنه في الدين جنت صل على النبي يا رجال طلع النبي يا رجال يا رجال اسمع شوف حلال اهني شاب تعرف تضحك وانا لاجلك اموت كيف العناء تضحك وانا لاجلك اموت وتلفح في وجه الريموت تضحك وانا لاجلك اموت وترجم في وجه الرموت ليه ما ترمي رشافك في وجهي وكان تضحك وانا لاجلك اموت تضحك انا لاجلك اموت حركه لا اراديه في وجه الرموت وتلحقه بالرشافر ارسم معناتي مع العبير القديم قل لي انا ايش سويت بك جعل لك بندك سولف معي ما ادري والله انا خلاص دخلت الخيال سبحان الله دخلت الخيال سبحان الله اكسر انت اكسر التنميط صياح ما حي دار بي مصيبه وانحكيت اكبر مصيبه ماني احفظها والله ماني احفظ صوتي صوتي والله تعبان يا رجل يقول والله صوتي تعبان يقول اكسر اكسر التنميط اكسر التنميط كيف شوف 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 كيف اكسر التنميط اكسر فلسفه فلسفه نعم خلونا نتكلم والله فلسفه اخرج من النمطيه عن طريق التنميط الى فضاء المعرفه والاعلام انتوا شيء بسم الله اني اسولف ما هي والله ما هي القضيه ما هي القيمه المضافه للجوال للتنميط للتنميط التنميط التنميط انت تعرف طبعا طبعا التنميط تامينات والله شايف عندك مشكله التنميط يا اخي ازرق ولا يهونون اخواني ولا تصغروا هو ماخوذ من قسمين شقين التنميه والطاقه وشو الاجتماعي والطاقه التنميه التنمية والطاقة تمني فعندما نعم فعندما بنوا إدارة التنمية الاجتماعية في التمني في تمنية كان هناك نمطية للطاقة لا كان هناك طرق عديدة لنمطية الطاقة لازم يجيبوا طاقات كذا فأرادوا أن يختلقوا لها اسما جديدا التنميط فسموها التنميطية اللي طين
ايش اللي ابو عوف تلميطيه ابو عوف نبيطه كانك تقول نبيطيه انا اقول اكسر التنميط بطريقة النمطية وتميزت وأبحر في محيط المعرفة الآن الآن فهمت النط ترى هذا بلوك البكالوريوس نعم النط أبو حور يقصد اخرج عن النمط بما حولك من الواقع وتفرد وانطلق إلى أعلان السماء بتميز لا 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 كذا لا هذا اللي تقصد النط في الخط أنا ذي جيت النط في الخط من النمطية واللا منطقية واللا وعيية استاره مط وبوري طط وكفرات خط يا أخوي شو وضعك شوف يعني قافية ذي انت ايش فهمت يلا ايش انت ايش عندك يخرج من النمط اللي ماشيين عليه الناس اللي حولك حاول تخترع سجين الحريه حاول تخترع لنفسك شيء ايش معنى النمطيه سجين الحريه القيمه المضافه للنمطيه النمطيه القيمه المضافه للنمطيه انك راح تكون انسان ممل ومكرر بحور قيمه المضافه للتكرير والممل هي انك ستكون سامج تشبه غازي ثيابي كيف استطيع انا احط لي ذبابه في نخرتي هذا من خلال الكحل الذي مع جابر هذا من خلال أن تطلب الله لا دقيقة بس في كحل مع جابر الحكماني ينفع طيب هل ترى أن يستطيع أنك من دراستي ترى هذا السؤال له ألف مرة نعم ولماذا؟ تستطيع أن تنتسل ولماذا؟ مش هل تبطل تسكت بالمرة أنت بدون بكالوريوس بتسكت محمد المعذر لا حسبناها السؤال يقول هل أستطيع أن أكمل دراستي؟ ولماذا؟ كيف؟ شلون؟ بما أن الـ 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 يعني الشيء بالشيء يذكر اسلم إلى أين اسمك؟ ها؟ إلى أين؟ إلى أين اسمك؟ يا أنا بأسئلة مفهومة يلا بسألك سؤال كم أنت تذهب؟ لا لا هو شي جاوب على سؤالك خلي سؤالي إلى أين اسمك؟ ثلاثة وثلاثة جاوب علي وخلاك لا ذهبتها مرة واحدة نطم من هنا ثم اسمع ثم خصي معنا هل دخلت في دائرة الشك يعني يسمونها لا يسمونها تنميط الجدران المكتسية بالأسلاك نعم هل دخلت في تنميط القيمة المضافة لهذا النمطية والبحور الوسيعة؟ هل شاك هذه الأسوار؟ هل شاكت بك الحياة في الشائك عندما النمطية؟ شاءت الأقدار أن أقفز ما هو أقفز أقفز لأنه خبر مضارع أنا عندي خبر مضارع هذا المفروض يكون الضيف اللي في هذا الفيد هنا المتألق الأنيق في دول الثقافية ما هو الفرق بين الصدقة والنفقة يلا هو اضحى لنا قالنا أن النفقة تدخل الريال في نفق العلبة حقة العصير ثم ماذا يخرج لك عصير يعني لا انت اللي قلت عصير والرجل شلون قال يقول عصير والله بس هو والله شلون قال قال الضحكة ذيك اللي مثل يقول اسكت لا اقوم عليك والله الذي لا اله الا هو ندمرك اليوم اني التزمت الصمت انا عندي قوة اجتذاب تسمع الى جاك واحد تمتص والله يعجبني يا ابو يوفقكم ويسر اموركم امتص الصدمة هل كانت من دافع الخوف يا ابو حور ما هي القيمه انا ما اخاف ابو حور ارقد في اي مكان ابو حور لا شغل ذي ابو حور ما هي القيمه المضافه قالوا كليت المطعم قال كليت قالوا وشلون قال بيمناي كيف كليت قال مخلابي يا شباب دفعت ولا لا قال عادي بدفع ما هي القيمه المضافه الى امتصاص الغضب الغضب هو مأخوذ نعم من الخضب من الخضب نعم الخضب الذي يضربه الحيوانات العاصية الخضاب مفترسة نعم مفترسة لا ما والله يتنوش المفترسة ما هو الفرق بين العاصية والمفترسة نعم فتخ... يقول فتخضبت يقول يقول فتخضبت بدمائهم أنا أخاف أفقد أحد أعضائي إيش اسمه أطرافي ليه وحرب مزحة وراح أبو حور غلطة ما قف الزرع من اللي بيمزح معك يقولون العام جابوا اسود يا ولد يقول الاسد يقول والله يا لحيت انها تسحب في القاع لكن يقول مطوع ولا زاهد ولا ايش لا بس يقولون لها يقولون مطوع ما ما هو لا يقرب عليه اي ما والله يقول لحيت انها تسحب في القاع انا ظاهر عليه خصومات كثيره وكذا يقول يقول اذا بار عليه المتسابق قال اذا ما خفت منه
هذا يقول البعير جاء عند الاسد قال تدري قال تدري اني اجلس 40 يوم في الصحراء ما اشرب ماء؟ قال ايش اسوي؟ قال الاسد طيب وش اسوي لك؟ قال لا بس اعلمك يعني. راح عنده يقول اسد ذا النفسيه. الله يرضيك. نبيك اسمع نبيك تصدر لنا صوت الاسد حين الله اعلم بيدخل عندنا وهو متجهز ولا الاسد؟ الاسد الاسد متجهز بيش مخالبه يركب مخالبه ذيك تسود يركب تشد البوت ويركب نيابه تخبر كبير سن تدري شو اللي يقهرني؟ يقهرني كتوفه اذا طلعت من ظهره كذا يركب المايك عضل عضل هذا العضل لا لا العضل العضل عضل والله لا يوفق العضل اي عضل ابو محمد طيب اسمع والله اذا انطلق وراك وين وين اول مكان سوف تهرب اليه يا بحور اذا انطلق خلفك هذا الاسد تكفى خليني اجاوب الاول انا لا دقيقه خلي ابو ما معي الا الله ثم الخباز ارجم به هم داخل انت ذي تدري انا ايش بسوي؟ ابى اسوي مثل ذاك الفار اللي طاح وكانه ميت لا معي عصا عرفته؟ لا لا معي عصا شفتوه والله يقول ابو عبد الله ابو عبد الله يوم راح القطر يطالع ولا عاد اقول اسمع معي عصا في جيبي عصا طولها كذي قصدي حطيتها لا فوتي ايوه اسمع انا عندي انا عندي ابو أنا عندي رأي أنا عندي رأي أبو تركي بس يفتح ثمه فوت إيدك جوا الأسد وقلب وقلب يا سلام والله يكشف لازم نتفاعل لا شباب لازم نتفاعل مع بعض أقول والله العظيم إني خايف إلا ياكل حد أطرافي أقول قد التهم كراعي بعدين أنا لحمي ترى طري يا ولد ما يخوف ها ما يخوف قد الحين شايفينك يا والله العظيم أنا يا رجل والله ما يدري ينحاش منه والله ما يدري ينحاش منه زي هذه شوف زي هذه يبغاها اللحم ذا زي هذه انا ودي اعرف كيف انا ايش بياكل مني انا مستفيد منها اسمع ابو حور ايش والله من الشحم انت كلك شحم وش والله من الشحم ابو حور انا وانت طلال الوادعي والله مو مستفيد منها كان ودي وكان ودي يفلح عنده ابو تركي وعنده ابو عبد الله ما شاء الله وعنده نشوان وابن عمره هذا والله يستفيد اما انا وانت والله انه غير نكشات سنان يجوز ياخذ ابن عمره والله نبي يسولف ياكلها بيده في بطنه الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك كل مهله الله يبيض وجهك في جد رصيدك ظني 22 ذيك الايام عاد لا اي عاد ابن عمره والاسد هناك ذيك الايام تدري جد رصيدك 20 ايش بيسوون؟ يدخل مستشفى متسابقين قد معهم حذاين الله يكرمكم الارض كلها شبك تعلم الاعداد وين هو ذا وين هو محسن وين هو طق 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 بالعكس انا اتوقع زد رصيدك 2020 السجون الاوروبيه خلاص ما عاد فيه حرس ولا عاد حاطين حديد كله وملبسينهم حذايين الله يكرمكم ما تنبك عشان يعرفون زي الحديد بس يغسلها وينظفها وكل شيء بس ما تنبك بالله انا اتوقع 2050 ولا يفوتك يبغى يثبت اللي هو زد رصيدك 20 زد رصيدك 20 لا لا والله ما تتحرك انا اتوقع زد رصيدك 20 الناس صاروا يتعاملون مع الجاذبيه لا الا شافوا الحين زد رصيدك 7 قالوا انت من زد رصيدك 7 ها كل هواء فيها الحين التاكسي ذا اللي في دبي شنو زد رصيدك 7 انتم ايام الحوش الاخضر يقربونا بالحجاره ويلا درعوا وحين في أزقة المدينة طيب وهم كم؟ وعلي ديك ليام قلت له تمثال في أطريق النعيرية من هذا؟ علي لا غازي فيدي أطريق النعيرية ما هو غازي ما تعلم وين غازي فيدي صوب الخفجي هاك تطريق الدمام الجوية الطريق حق أبو حدرية هذا زد كم زد كم؟ أبو حدرية الطريق حق أبو محمد الطريق حق أبو حدرية سووه يا ولد لا باقي هذا زد كم يا أهم دولي اي دولي زد 22 زد 22 ما بيتلف ابو محمد زد رصيدك 7 بالله انقل زد ايه طيب كيف تكون زد زد, زد 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 رصيدك 20 انت بما انك تطلع الاول انت حق النمونه تمسك عند النمونه انا بصير ابراهيم بن علي اي انت تصير ابراهيم بن علي ولا يفوتك ذيك الايام انا السيطره ايه السيطره بس انه جايبين ادوات فضائيه ايه ذيك الايام مسدسات طائرات وحركات لا مسيطر الطائرات سوى تجميل الحركات سوى تجميل ذيك الايام شوف ليزر عرفت الليزر سوى تجميل وركب اربع عيون وقد معه خشمي هذيك اللي حقت انني اتيون من صيحه محسن بريك
شاعر منشد من الموية أنا طلعت من فوق الجدار سوف عاد فيه ما عاد فيه حروب أنا 20 ما عاد فيه حروب طلعت من فوق الجدار كليت هواء عبرة تغريدة 3000 عبرة تغريدة شوف الضحكة الضحكة كيف سنة 3000 ودك إنها جت ودك إنها جابوا كاتم عبرة تغريدة بعدين ما عاد فيها الحين السيطرة ذي طيارات يلعبون بالطيارات سيطر طاهرين الشباب ولا يفوتك ما عاد فيه هروب لا ولا يفوتك ولا يفوتك ورا هنا شابين نار طول الموسم لا الواحد حاطين جدار جدار عاكس انت تحسب انك ما في تعدات تصف فيه بعدين عرفتوا هالتأثيرات ذي لا حاطين اسود هناك لا لا ما في اسود اعطني اعطني صوت الاسد هو يلحق بعد شوي طيب اذا قرب شعرت انه خلاص قرب مني بطلع العصا اللي في جيبي بحطها في لا لا انا قلت لك يقول ميديكا ها وش معك فيها حبشه حموضه ها ها والله ما عاد اقربك ما ابغى الا احذف الخباز في نحره احذفه ما يرجع لراسه هك يقول تميس ثلاثة ريال من هذا؟ تميس طبعا سكر ولا بيقول بيت الأسد؟ عطنا صوت الأسد هو يمضغ العامل حق التميس لا ليه عشان الثوب يقول هلا الأسد لأن الأسد دويق الله يهديك يا بحور الله يهديك الأسد دويق الأسد دويق ها؟ الأسد أوه والله يبي أكل كذا هذا ما هو ماخذ معه وبعدين لا يفوتك الأسد هلالي أبو محمد رفعها نعم يحب لي يحب هذا اللي في السماء القمر يحب القمر ليش شكلي انا وش جتني بيوت الشعب وابن مخايل كان جماهير يحب الهلالي يقول هش... يقول هنا بس كذا وتوصيف لان شفتهم يقول هنا الله يجعلها يقول هنا شوف ابو هادي ايش ما هي القيمه المضافه لضحكه لضحكه مقرن الان انا عندك جواب يا مقرن ما هي القيمه المضافه يلا عطنا قيمة يا جاوب يا براي لحظة أخرج من التنميط بكسر النمطية إلى بر الأمان وإلى فجوج المعرفة والوعي بكسر ما هي القيمة المضافة الله إنني آتيون من كوكب الديرة إنني أريد أن فوق اللمبة يلا بس كيف يمشي الله مع ثلاثة أصابع وواحد مزحت معه في الرياض قال ليه شايفني غبي شايفني راسي مربع إذني كذا الله يجعله في وجهه وش اللي راسك مربع أنت تحسب إنك إنستغرام ذاك ذا يسوي لنا ناصر الحربي إنستغرام وذيك مربعات ليه راسي مربع إذني كذا اللي بالأرض اللي بالأرض جيت مرة أبغى واحد يوصف لي والله وأنا رايح الدخل أبغى أسلم على عمتي هنا وقال لي ولد عمتي قال انا بجنب نادي النصر وقفت واحد جيران جيران وقفت هناك قلت السلام عليك وعليكم السلام طبعا احمد بن يحيى شهراني والله انا سلام عليكم جود سلام عليكم كيف الحال يا اخي ابغى نادي النصر قال ناصر دقيناكم دق والله ان قدي برتد المسدس ارسد الماء اهرب اسمع ان شاء الله على فكرة على فكرة على فكرة ترى آخر ضحكة آخر ضحكة يلا خذ راحة خذ راحة خذ راحة لا تضرب يا متوحش يا متوحش يا متوحش يا عيال خلوه جح 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 أبعور طلعت كلمة لا 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 هو قاعد يقصد أبو ترك كنت بترش عليه حني ما فهمنا ويتطق قبل قلت الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بنفسي أكبرت وعاد يقول يقول 3-2 المهم جيت والله قلت يا ولد والله استمرنا في الزحمة جاني واحد ثاني معه كابري ثلاثة صفر تبغون اهب لكم عريك يتم هلدي المهم يا طول عمر السلامة واني اعود اوقف راعي كامري الرصيف كذا عرفت الرصيف كذا قلت سلام عليكم يا اخوي نادي النصر يا طول عمر قال نصراوي والله قلت العلبة الثانية نصراوي قلت قال والله دور محله اركب الرصيف انا معي جيب قلبها ودلها ويقول وقفني هنا طلع نصراوي دخلت على ولد عمتي ذا اي والله اي لا ما ادري ما ادري والله ابو محمد يرجع ما ادري النادي ذا ترى جاني حادث وجاني بنج ولا ادري من بعدها هو انا هو انا هو نفسه النادي
ما ظني انه هو صح. ايش اسمه؟ نادي. اسمه نادي. نادي نادي صاركم الوضع ما زال يرجع زي اللهب. زي اللهب ابو حور قمت ترى تخور. طيب سلام. انا في يوم من الايام مشيت لحالي في بحر الاوهام. آه من واحد على يساري جاب العيال في بحر الأوهام. كم مرة أنت ليه تغلطني وتخليني أركبها مع راسها؟ أنت ليه تخليني أقول كلامي مش عاوزه وتخليني أطلع اسمي على في بحر الأوهام؟ في بحر الأوهام في بحر الأوهام. فتبغى فريد الأطرش؟ تبغى فريد الأطرش؟ ايش قلت؟ فريد الأطرش. ايش؟ فريد من نوعه المفرش. فريد المفرش. عطنا فريد المغرش. الله. كنت لحالي واليوم مع أخوالي. كما اخطيت من كلمات والسبب مجرم العبد الله. اجعلها في وجوه كم خلاني اجيب العيال في بحر الاوهام. لا لا خطا. امورك طيبه. امورك طيبه. قول يا الله يوفق ذا الوجه. الله يسهل امرك. قول يا الله يفتحها في وجهك. حطه بابراهيم بن علي. حطه بابراهيم بن علي. يلا انك اول واحد. خلنا نودعكم. مرميين فوق بثلاث طلقتين ولا ثلاث طلقتين ولا ثلاث من العاب دي. كيف صاد؟ ايه ممتاز. تدري احنا امس يوم كلينا الكيكه حقتك. تدري احنا ما كلينا كيك؟ كلينا قراطيس مليانه من ذي الكيك. باب العاب. شلون؟ باب اخلاف. انت متامل تقعد. الله يسر امرك. خليك خفيف معي. خذ راحتك. انا بقول لك حاجه. انا ابغى اقطعها معك من بعد ثلاث ثواني من الان الين اشوف نتيجه البرايم. ليه ما تقطع معي من امس؟ يعني خدمات بس اعطيك كذا وظرفه. تعطيني باور ولا اعطيك باور؟ ايش يعني لك هذا؟ يلا ارجع له. ايش يعني لك؟ غرق الجدار. غرق الغرقان. ارجع. ناظر الجدار. ماذا يعني لك هذا الشيء؟ هذا الجدار هو الذي جعل اخونا. انا ما عندي استطاعه اقدر اني امارس معك الركوب والطلوع الى فوق. لا ما اقدر لان خوينا ابو محمد. ابو محمد اسمع احشر على الجدار. اسمع شفت الجدار اللي نقشته؟ لا ارجمك من فوق هالحين. تمام ابو محمد من فوق الشوك. الله يجعلها يا ولد. لا وحش. كيف كيف وين عزل عزل يعني؟ والله لو ان اللي حداني حداك انت اطمر فوق السور ذا كله. والله لا كل الصيخ ذا. انا داري هذا. هبشحم وقعد ترى ما طلع الا عشان مؤهل. هبشحم وقعد. اي والله. ايه ما تدري يا لكن لك الله ما طلع. تحسن قام. تحسن خايف. ما عاد يبغى يجلس في له. لك الله انا ما طلع الا يبغى يشتري له سنيكرز. نعم. انت وانت قدر شريت لنا التمر وفي بيت. الله يغنيها من دون. ايش تبغى تشتري؟ ايش تبغى؟ اشتري سنيكرز. زي اللهب. زي اللهب. ما قلت ما قال سنيكرز. ما قال. ايش قلت؟ ما قلت سنيكرز. ايش قلت؟ زي اللهب. هذه ما ترجع. هذه ما فيها. زي اللهب. تعال مثلا عيد السجن. راح يبغى يشتري لنا بسكوت اسود فيه مكسرات صفر. فيه مكسرات صفر وملون كذا. بسكوت اسود عصير اسود عصير. ايش الوضع هنا؟ ايش الوضع؟ عصير اسود عصير اصفر. عصير شفاف. خبزه بيضاء. خبزه صفراء كيكه. ما ادري ليه يا اول جلسه تخوني التعابير يا سبحان. وهي دليل ان الاطراف غير ناجحه. انا اتذكر انه كلام اليوم قالوا عنده سيطره ما شاء الله على التحدث. انا عندي سيطره لكن اليوم خان اليوم هذا دليل ان البرايم على وشك. احس اليوم اني يعني مثل ما تقول بفقد واحد من الخلاله. دوفر. دافور دافور دافور. ايش تبغى تقول؟ انا والله ابغى اوجه رساله للسوق. اوجه رساله للسوق. من هذا المنبر اسكت. محمد هذا واحد ورا جدار. يا ابو حور تكلم. يا سور يا اللي ورا جدار. يا سور احبك. شوف انا اكرهك مره. انا مستعد اهدمك. لا ما هو لا 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 انا مستعد اسوي لك اضرب اضرب. انا مستعد اطقك. لا اسوي لك اسوي لك معك. يا اخوي انا ابغى اسب ابو حور. اسلم اليوم ما ابغى اسب. انا ما اقرص عليه. قول
زي اللهب على شوف يا جدار يا ابو يا ابو اسلاك يعني اللي ابقى فيك الكاميرات ابو محمد ابو محمد اللي لابقى ايش؟ اللي لابقى فيك البيض ذي العشبه العشبه ارميك اسمع اسمع انت اللي خلانا نفقد اخونا لا بس وجه له تحيه وجه له تحيه اخونا محدن محسن محدن اخونا محدن مين؟ حتى احسب عليه خصمه لانه خلاص يعتبر لمنير اسمع لا منير لا منير لا منير طبعا لا زالت بقايا ملابس اخونا محسن لا زال شيء ابيض هنا ما ادري شو ما ادري في حاجة بيضاء هنا ما أدري شيء هذا بقايا هذه فنيلتك يا بقايا ثوب علمني أبو محمد أبو محمد أجري 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 إيش في يرجع وش يقول تعالوا نادوا شباب احفظوها احفظوها الكرة تكفون خلوها في الليل في الليل ترى لابس كنادر روح عندك يا جناح ارجع ها يو بقرن